ينضم إلينا من هامبورغ عبر سكايب السيد محمد كرم الكاتب الصحفي. بعد تحية أستاذ محمد، إذن يبدو أن قوات الأمن في ألمانيا ما زالت منتبهة لهذه الجماعة، بدليل أنها من خلال التحقيقات وجدت أن هناك ربما بعض العناصر ما زالت طليقة السراح. فإلى أي مدى فعلا ما زالت هذه الجماعات تمثل أرق للأمن الألماني؟ أهلا، مساء الخير. مساء النور. أستاذ محمد، إذن مشاهدينا الكرام، فقوات الشرطة الألمانية إذن تداهم اليوم ارتباطا بمحاولة الانقلاب التي كانت في شهر ديسمبر الماضي، ما زالت من خلال تحقيقاتها تصل إلى بعض المعلومات التي تتحدث عن أن جماعة مواطن الرايخ، والتي تم القبض على عناصر كثيرة منها في شهر ديسمبر الماضي، كان لها وجود في أماكن أخرى كثيرة من ضمنها 7 ولايات. تم القبض على 5 أشخاص اليوم فقط، كانوا يقطنون في 22 شقة في 7 ولايات ألمانية. أستاذ محمد كرم الكاتب الصحفي من هامبورغ، هل تسمعني جيدا؟ أسمعكم. طيب، كنت أقول أستاذ محمد أنه يبدو أن قوات الأمن ما زالت منتبهة، ربما المعلومات التي تخرج يوميا أو تصل إليها قوات الأمن توحي بأن هناك ما زال بعض الأشخاص مطلقي السراح من جماعة مواطني الرايخ. لأي درجة فعلا ما زال هذا الأمر يمثل أرقا وقلقا للأمن الألماني؟ مساء الخير. طبعا هذه العملية أتت كعملية تكميلية لعملية ديسمبر، حيث عندما ألقي القبض على 25 شخص من منظمة مواطني الرايش، تم الاستيلاء على بعض البيانات أو كما يسمونها إعلان المنظمة أو إعلان الحركة. قاموا بتفتيش هذه البيان، وقد تم التوقيع عليها من قبل 55 شخصا. هذه ال 55 شخصا تم مداهمتهم اليوم 5 منهم، وكان من المفترض أن يتم القبض على هؤلاء 5 أشخاص، ولكن تم إطلاق النار من قبل شخص لم يكن مستهدفا من قبل المكتب التحقيق الفيدرالي، وبعد ذلك أصيب شرطي وقام هذا الشخص بتسليم نفسه للقضاء. كما أنا حسب معلوماتي عن هذا الموضوع، أتصور أو أجد أن هذا الموضوع ليس مدعي للخطر من قبل الحكومة الألمانية أو لا تقلقهم، ولكن لأن هذا الموضوع جذورها أتت من قبل 3 سنوات، حيث أن الزعيم المزعم للمنظمة اسمه الأمير هنري، الأمير هنري قبل 3 سنوات كان في زوريخ، نشر أفكاره عن هذه المنظمة. المنظمة طبعا كما تعلمون لا تعترف بالحكومة الألمانية ولا بالدستور الحالي ولا تعترف بالنظام الديمقراطي، أو كما تقول النائبة عن الحزب اليساري بأن مخططهم كانت عندما يطيحون بالحكومة سوف يعدمون من لا يعترف بهم. أي الفكرة قديمة قبل 3 سنوات، ولكن تجديد الفكرة أو القلق جاءت بعدما تم الكشف عن زيارة أو تواصل بين الحكومة الروسية والأمير هنري من عن طريق صديقته أو عن طريق شركته بالسفارة بالقنصلية العامة الألمانية في لايبزي. أتصور القضية تجددت أو كما نقول. طيب. نعم. طيب أستاذ محمد، أشرت لنقطة مهمة، فكرة وجود أفكار لدى هذه الجماعة. هذه الأفكار هل من خلال يعني وبحكم وجودك في ألمانيا تلقى رواجا، تلقى استجابة من المواطنين، أم أنها ما زالت في إطار المجموعات المحدودة؟ دعني أوضح أمرا. النظام الفيدرالي، النظام الديمقراطي في ألمانيا نظام مقدس من قبل كل المواطنين. المواطنون هنا يرون بأن هذا النظام، هذا هو النظام الأساسي، ومن لا يعترف به هو شخص لا يمكن أن يعيش في ألمانيا.
لكن يا أستاذ محمد، من قبض عليهم في المرة الأولى كانوا يعيشون في ألمانيا، كانوا في بعضهم كان في البرلمان، يعني كانت أسماء موجودة في المجتمع الألماني وليس يعني ناس عاديين حتى. نعم، ولكن عندما يدين الشخص بعدائيته للنظام الديمقراطي سوف يحاكم. لذلك من يثبت عليه الاتهام بأنه شخص معادي للنظام الديمقراطي الألماني سوف يذهب إلى المحاكم. لهذا المجتمع الألماني لا يبدي قلقه في هذا الأمر ويدعم خطوات الحكومة تجاه اجتثاث هذه العناصر المخلة بالنظام. لكن على ما يبدو أن الحكومة يعني ربما قلق بعض الشيء كحكومة من مهامها أن تقف أمام هذه طبعا يعني الجماعات. إذا كنت تتحدث عن المجتمع فهو يشعر بالأمان، لكن الحكومة ربما ليست يعني بهذه الدرجة الشعور بهذه الدرجة من الأمان، وإلا ما كانت هذه الملاحقات. طبعا هذه الملاحقات هي أمور مبدئية على الحكومة أن تعملها للحفاظ على النظام الدستوري الديمقراطي. ولكن دعنا نقول من هي الحكومة ومن كانت الحكومة السابقة ومن هم النظام البرلماني. طبعا 5 إلى 10% في كل دورة للبرلمان الألماني تكون من حصة الحزب البديل الألماني. الحزب البديل حزب يعادي المهاجرين، يعادي الإسلاموية. وهذا الحزب تم اكتشاف أن أحد عناصر المهمة لهذا الحزب كان ضمن حركة مواطني الرايش. لهذا التحقيقات هنا تدور حول إمكانية التواطؤ حزب البديل الألماني مع هذه الحركة. فإذا تم إثبات أن الحزب البديل متواطئ فعلياً مع هذا الحركة سوف يكون للأمر حديث آخر. ولكن لحد الآن الصلة المباشرة كان بين عضو سابق للحزب البديل مع الحركة. وهنا تفتح الأمر يفتح أبواب جديدة. يعني مثلا كيف يكون الردود الفعل عندما يتم تثبيت بأن الحكومة الروسية أو أشخاص من الحكومة الروسية كانوا على تواصل مع حركة مواطني الرايش؟ نعم. فهنا أرى أن الموضوع مرتبطة بالحرب الأوكرانية والسياسات الجديدة للحكومة الروسية تجاه ألمانيا.